السلام عليكم. العملاء يحطمون كبرياء سامسونج، وهذه الأخيرة تعمل على حل هذه المشكلة التي أرهقت بال ملاك الجالاكسي S24 سيريز. بدأت شركة سامسونج في شحن هواتف الجالاكسي S24 الرائدة للعملاء في الأسبوع الماضي فقط، ولكن المستخدمين الأوائل وجدوا مشكلة في وضع الشاشة على الهواتف الجديدة. ووفقا لتقارير متعددة، فإن الشاشة ليست ملونة كما هو متوقع في وضع الفيفيد مود، واعترفت الشركة بالمشكلة في وقت لاحق. مشكلة الألوان الباهتة في هواتف سامسونج الرائدة الجديدة ستصبح من الماضي قريبا. الآن كشف لنا المسرب الصيني الشهير آيس يونيفرس أن شركة سامسونج تعمل على حل من شأنه تعزيز الحيوية وحتى توفير إمكانية التحكم الدقيق فيها. إنه خيار يتألف من 3 خطوات، ويجب أن يصل مع التحديث التالي للنظام على هذه الهواتف. الخطوة الأولى هي التشبع الافتراضي، حيث تكون شاشات الجالاكسي S24 أكثر حيوية من الخيار الطبيعي، ولكنها ليست قريبة مما اعتادت سامسونج لتقديمه على هواتفها الذكية الرائدة السابقة. سيؤدي تمرير الشريط إلى المنتصف أو الخطوة الثانية إلى جعل شاشة الجالاكسي S24 أقرب إلى الألوان الزاهية التي تعودنا رؤيتها في هواتف الجالاكسي S23، بينما يشاع أن الخيار الثالث سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. يبدو أن شريط التحكم في حيوية الألوان الجديد موجود في الإعدادات المتقدمة لوضع الفيفيد سكرين، والذي يعد جزءا من إعدادات الشاشة. سيكون موجودا أسفل الخيارات التي تسمح بموازنة اللون الأبيض، حيث يمكن للمستخدم تغيير مستويات الـ RGB للشاشة يدويا. ومن الواضح أن المشكلة في الوضع الحيوي فيفيد مود لم تدفع الكثير من العملاء للتراجع عن قرار شراء هواتف الجالاكسي S24 السيريز أو السلسلة الجديدة. فقد سمعنا بالأمس فقط أن شركة سامسونج قررت الآن بسبب الطلب الذي فاقت توقعات إنتاج 13 مليون وحدة من هواتفها الرائدة الجديدة في الربع الأول من هذا العام، بعدما كانت خططت في البداية لإنتاج 12 مليون وحدة فقط. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد كان الجالاكسي S24 ألترا هو المحرك الرئيسي للطلبات المسبقة في كوريا الجنوبية والهند، ومن المتوقع أن يظل هو العضو الأكثر مبيعا في تشكيلة الجالاكسي S24 ألترا في الأشهر التالية. ما رأيكم أعزائي الكرام في خيار جديد الذي سوف يضاف لإعدادات الشاشة لحل مشكلة الألوان الباهتة؟ شاركونا عبر تعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم. مع السلامة.